آخر مرة عمري نعاود، بقيت في السجن الانفرادي والبرد قاتلني والجوع، حتى تجمدت وداني النعاس هكاك. وفي الليل دخلوا لي واحد التبصيل فيه شوية الماكلة والخبز، كليتهم ورجعت تكمشت من جديد حتى داني النعاس. الصباح فقت بكري، ما كان عندي ما ندير، بقيت كنشوف الحيوط ولقيت واحد الطباشير تما، وبديت كنكتب: يحيى كنبغيك. آه يحيى، علاش حتى سكنتي الجوارح ديالي عاد مشيتي؟ دوزت النهار كامل وانا كنفكر فيه، وغادة جاية في هذاك البيت الصغير. شوية تفتح لي هذاك الباب اللي غا الصوت ديالو كيخلع، دخل منه هذاك ديال البارح اللي شبعني سبان. قال: وقفي، شنو ديك الروينة اللي نوتي البارح؟ قلت: ديك السيدة ديما كتضربني وكتظلمني، وانا ما كندير ليها والو، وانا ما كندير ليها والو، والبارح خديت حقي. وهو يقول: خافي على راسك، وبلا ما تزيدي عليك المدهنة، خليها تنقص بدل ما تزيد. انا غنعفو عليك هاد المرة حيت اول مرة، ولكن المرة الجاية ما تلومي غير راسك. داوني للزنزانة مع البنات، غير دخلت وهما يشوفوا فيا، دخلت نافخة صدري ورافعة راسي. بداو كيجيو يهضروا معايا بهدوء وكيقولوا لي: حلا سلامتك، درت بلاستي من اللي ضربت ديك خيتي، ولا كل شي خايف مني، حتى ديك خيتي ما شافت جهتي. وجلست نرتاح، الحبس ما فيهش الأمان، خاص بنادم ديما يبقى فايق باش ما ياكلوهش وباش ما يقتلوهش، ومن جهة أخرى ما خاش الواحد يحني راسه ويبين دائما باللي ما راهوش خايف منهم. ارتاحيت مزيان، وجاو عندي الحباسات وبقاو كيتمسكنوا وباغين يتصاحبوا معايا، وانا مطنشاهم كاملين. جا وقت الغدا ومشيت كليت، حتى كملت ومشيت نصبن هاد المرة. ملي ساليت جيت نرتاح، وحتى وحدة ما قدرت تأمرني هاد المرة، تهنيت من الصداع. وفي العشاء تعشينا ونعست، وفي الليل جات عندي السجانة قالت لي اجي معايا. ما عرفت هادي مالها، واش ضربها حمار الليل ولا؟ مشيت معاها وانا مقلوبة بالنعاس، حتى وصلنا للشاف خلاتني معاه ومشات. وهو يقول: عايدة لبس عليك؟ قلت: اه لبس. شنو كاين؟ علاش جايبني هنا بالليل؟ وهو يقول: والو، غا بغيت نتونس بيك شوية. وجا كيضحك وقرب مني يبوسني من عنقي، وانا نبعد عليه، هو يحساب لي غير كنتفشش عليه. بدا كيقرب من جديد وانا نغوت عليه: بعد مني. قال: شنو كيحساب لك راسك؟ جاية تمثلي عليا هنا دور العفيفة؟ انتي راكي غير عاهرة، بنت ليل وما عندك قيمة. جرحني بديك الهضرة وما حملتش راسي، وانا نجاوبه: واخا نكون عاهرة وبنت ليل وندوز رجال الدنيا كاملين الا انت، مستحيل نقبل تقيسني. عرفتي علاش؟ حيت انت ماشي راجل اصلا. غير قلت له ديك الهضرة وهو يشدني من حوايجي وعلقني حتى كنحس بالدخان كيخرج من نيفو وسنانه مزير عليهم، وهو يلوحني. جيت على داك البيرو ديالو، جا شدني من شعري وبدا كيجرني في الكولوار ديال الحبس وكيقول: انا غادي نوريك الكلبة، انا غنوريك. ومشى بيا للسجن الانفرادي من جديد، حلوا ليه الباب ولحني تما وسد الباب. وقلت: يعلم الله اش كيتسناني مع هذا تاني. بقيت في داك الحبس عود تاني والبرد فيه الليل كامل، وانا كنترحد وكنحاول نعس وما كنقدرش. صباح صباح بأعجوبة وانا كنترعد. دابا عاد عرفت علاش سمح لي داك النهار، غير حيت طمع فيا السيد. صباح صباح وكنسمع السجينات كيخرجوا باش يفطروا، وانا باقا تما ما سول فيا حتى واحد. داز النهار وانا الجوع كيقطع فيا، وفي العشيه وانا نسمع الباب كيتفتح، جا داك الهم عاوتاني وشاف فيا وهو كيخنزر. جا
وبدا كيسف فيا وانا ساكته. طلق مني وعيط على شي وحده، جراتني وداتني لواحد البلاصه ما عرفتهاش، وجابت التيود الماء وبدا كيرشني بالماء. كان الماء مجهد بزاف وكنت ألم، اما هو باين ليا بحال ليلى كيستمتع وانا كنتعذب هكاك. كرهته ملي كمل، جرني بديك الحاله عاوتاني ولاحني في الحبس الانفرادي، وبديت كنترعد بالبرد عاوتاني. حسيت بحال ليلى الموت جاتني، بقيت كنرجف وكنترعد. دوزت ديك الليله كلها وانا كنرجف وكنترعد وكنموت. الله يا ربي، واش انا مكتوب عليا العذاب؟ فين ما مشيت من نهار تزاديت، وصباح عليا الصباح وانا حاسه بالجسم ديالي كله كيضرني وتقيل عليا. ايدي ما قداش نهزها، وجا عاود تاني جلادي دخل عندي وانا في الارض، ما قداش النوض، تحنا عندي وجلس القرفصاء وبقى كيشوف فيا وهو يقول: عجبك الحال دابا؟ واش مازالك تشوفيني ماشي راجل ولا بدلتي رايك؟ ما قدرتش نجاوب، بقيت كنتفادى الشوفه فيه، وهو يشدني من الفك ديالي وزير عليه وقال: شوفي فيا، واش انا راجل ولا لا؟ قلت له: اه راجل راجل وسيد الرجال. ابتسم وناض ووقف وبقى كيشوف فيا وهو يقول: اه انا راجل بزاز عليك، مازال غادي نربيك مزيان باش تعرفي من هنا الفوق شنو كنسوى. قلت: عافاك، بغيت شربت الماء غير جغيمة كنت رجاك. قال: جيبولي الماء. جابولي قرعة الماء وجا قرب مني، وانا كنفتح فمي بصعوبة باش نشرب، وهو يخويه لي على وجهي كله وبقى كيضحك. هذا مستحيل كيملك درة واحدة من الإنسانية، حيوان. نادو خرج وسد عليا الباب من جديد، وانا بقيت شادة كرشي وميتة بالجوع، ميتة بالعطش وبالبرد. والصافي غتسالي بيا هنا؟ يا ريتني وافقت على داك النهار، واش بقات فيه غير هو؟ ياك دوزت رجال اشكال والوان وعمري ما قبلت شي واحد منهم. لا بارك عليا، داكشي اللي داز وكيدوز عليا بسبب الدعارة بارك. انا غدا نتوب من هادشي، والله يسمح لي في داكشي اللي داز. بقيت مكمشة الجوع والعطش والبرد، ما عرفتش شحال من النهار داز دابا وانا هنا. ما بقيتش كنحسب، وجا داك المسموم عاوتاني، دخل وشفت فيه هو يضحك، ما عرفتش اش مخبي ليا عاود. قال: كتخافي من الكلاب عايدة؟ قلت: اه. وهو يقول: دخل. دخل عندي واحد شاد واحد الكلب، سنانو خارجين وكيخلع، قوتي فشلات، انا ما بقاتش عندي القوه، خفت بزاف، وداك الكلب كينبح عليا وانا مزيره راسي عند الحيط خايفه. وهو غاز يدفه، والويل كيضحك بالجهد وعاجبو الحال. حسيت راسي غدا نموت في ديك الساعه، قلبي خرج من بلاصتو، وبقوه الخلعه غيبت وما بقيتش حاسه براسي. وفي جهه اخرى قال: الله يخليك سيدي، بغيت ندير زيارة لواحد المسجونة هنا عندكم. وهو يقول له الموظف: الاسم ديالها من فضلك. قال لي: سميتها عايدة، ما عارفش كنيتها، ولكن هي عاد داخل الحبس جديدة شي سيمانة هادي في قضية خيانة زوجية والدعارة. قال له الموظف: صافي عرفت شكون كتقصد، استنى واحد شوية. ناد الموظف وخرج، تعطل واحد عشرات الدقائق ورجع وهو يقول له: سيدي ما يمكنش تشوفها دابا، الزيارة ممنوعة عليها. وهو يقول له: وعلاش؟ قال الموظف: هي مريضة شوية وراها في المصحة، والطبيب عنده أوامر أنه حتى شي واحد ما يشوفها. قال: ماشي سوقي في هاد الهضرة، أنا باغي نشوفها، شنو درتو ليها؟ وهو يقول الموظف: سير في حالك سيدي، ولا غادي نعيط الامن يجي ويخرجوك. قال: هاد الهضره قولها لشي واحد اخر ماشي ليا انا،
أنا غادي نوريك. جبت التليفون وبدا كيصوني وهدر مع شي واحد، وفورا جا اتصال الموظف خلاه يخاف. قال له اسمح لي يا سيدي، ما عرفتكش شكون في الاول، انا كنعتذر ليك وغادي ندخل دابا تشوف المسجونه. شويه وجا المسموم وهو يقول له سلام، انا العقيد معتز، باش يمكن لي نخدمك يا سيدي؟ قال له بغيت نشوف عايده. وهو يقول معتز في الحقيقة عايدة الدابزات مع شي سجينات وراها في المصحة دابا ونعسة، والطبيبة مانعة عليها أي زيارة. قال له أشنو؟ وانتم شنو دوركم هنا؟ كان قسم لكم إلا مش حتى وقع ليها شي حاجة أنا غادي ندمكم. قال معتز تهدنا سيدي، ما يوقع ليها والو، كان نصحك تمشي دابا وترجع في وقت آخر تشوفها، تكون ولات لاباس. وهو يقول واش كان باليك دري صغير؟ واش عرفتي معاه من كتهضر؟ راه باتصال واحد نغبركم كلكم من هنا، بغيت نشوف عايده ودابا. قال له معتز واخا سيدي تفضل اجلس، وانا غنهضر مع الطبيبه تشوفها. وعند عايده حليت عيني ولقيت راسي في المصحه. الله ياخذ الحق فيك، ما قادة نوقف على رجليا ولا نتحرك، بقيت كنبكي على ظهري، ما بقى لي احد في الدنيا، شكون غادي يعتقني من هاد الناس؟ يا ربي اعتقني، عارفه انني عصيتك وذنوبي كثيره، ولكن ما عندي حد من غيرك يا رب. دخلت عندي الممرضه وهي تقول اختي لاباس عليك، كي بقيتي شويه خساكي شي حاجه؟ قلت لاباس، وهي تقول خاسكي تاكلي حيت الجسم ديالك ضعيف بزاف وما عندكش القوة، خاسكي تاكلي باش ترجع ليك الطاقة. قلت ليها عافاكي، انا ما بغيتش نرجع لذاك السجن الانفرادي، عاونيني، انا الا بقيت تما غدا نموت. وهي تقول انا غدا نهضر مع الطبيبة دير لك تقرير في صالحك، ما تخافيش ارتاحي دابا. بقيت متكية وفشلانة حتى شفت داك المسموم داخل من الباب. قلت اوف، واش جاي يكمل على داك الشي اللي بداه؟ قال عايدة كي بقيتي لاباس؟ ما جاوبتوش. وهو يقول انتي طبعا ما غدا تقولي والو على داك الشي اللي وقع ليك، انتي دابستي مع البنات في الحبس، متفقين؟ قلت ولكن انا. قاطعني وقال شت، اي واحد جا عندك قولي له هاد الهضرة حسن ليك، راكي مازال معانا في الحبس وباقي لك عامين، خدمي عقلك حسن. ايضا دابزتي مع البنات وهما اللي داروا فيك هاد الحالة، واش متافقين؟ قلت واخا. وهو يقول هاكا نبغيك، شرير ضايع حسن ليك، ما كاين حد غادي يوقف معاك في هاد الحبس من غيري انا. بقيت غا كنشوف هاد بنادم اللي ما عنده حتى درة ديال الإنسانية، يخ كي داير. بقيت جالسة حتى دخل عندي واحد الإنسان اللي ما توقعتش أنني نشوفه. عصام، قال عايدة، جا عندي وعنقني وحتى أنا زيرت عليه بزاف، حسيت بواحد الإحساس بحال الطمأنينة، وأخيرا فكر فيا شي واحد في هاد الدنيا بعد ما كنت حاسة براسي بوحدي. زيرت عليه وعنقته بشدة، قلت عصام عافاك ما تخلاش عليا، وبديت كنبكي أنا محتاجك، بقيت بوحدي في هاد الدنيا. قال ما تخافيش أنا معك، ما غاديش نتخلى عليك. بقينا معانقين شحال، كنت بحال شي غريق ولقى شي قشة ولصق فيها. عصام بالنسبة لي هو أملي الوحيد اللي لقيته دابا. قال عايدة شوفي فيه، شكون دار فيك هاد الحالة؟ عودي لي، جيت نهضر وانا نلقى داك الويل قدامي، ما عرفتش من إمتى وهو كيشوف فينا هكا، خفت منه وقلت ضربوني شي بنات في الحبس. قال شكون هاد البنات وعلاش يضربوك؟ خاصهم يتعاقبوا. وناض عند معتز ووجه له الكلام وقال واش درتي شي اجراء في حق دوك البنات؟ انا باغي نشوفهم.
وهو يقول معتز: اه درنا اجراء، انت ما تخمم الوالو، احنا عاقبناهم. وهو يقول عصام: ممكن تخرج وتخليني بوحدي معاها، انا باغي نهدر معاها على انفراد. وهو يقول له: طبعا طبعا، انا غادي نخرج. ودابا شاف فيا وخرج ورجع عندي عصام وتكى حدايا وشد ليا في ايدي وبدا كيقول: عايدة شوفي فيا، انا ما داخلاش ليا لراسي هاد القضية د البنات، قولي ليا الحقيقة، شكون دار فيك هاد الحالة؟ بديت كنبكي وقلت: هو هذاك معتز، هو اللي دار فيا هاد الشي، عذبني وضربني وجاب ليا الكلاب. زير عصام على سنانه وعقد حجبانه، وفي نفس الوقت بدا كيواسيني وكيدوس ايدو على خدي. قال: وعلاش دار فيك هاد الحالة؟ علاش؟ قلت: حيت ما بغيتش ندير معاه علاقة وانتقم مني. وهو يقول عصام: كنت عارف انا غادي ندمه، ولا عليك، انا غناخد ليك حقك منه، وما تخافيش، انا غادي نوكل ليك احسن محامي في البلاد وغادي خرجك من هنا. قلت: عصام كنشكرك بزاف، مع انني ما عارفاش علاش كدير معايا هاد الشي كامل. وهو يقول: حيت انتي من البداية صارحتيني، وحيت ظروفك هي اللي وصلتك لهاد الشي، ماشي بحال ناس اخرين، وحيت انتي ما اديتي حتى شي واحد بهاد الشي، بزاف ديال الحوايج، ومن بعد غادا تفهمي علاش كتار. قلت ليه: شكرا ليك بزاف، ما عرفتش كيفاش غادا نرد ليك هاد الخير ديالك. وهو يقول: ما تفكريش في هاد الشي دابا، فكري في صحتك، كولي مزيان باش ترجعي لينا منوره كيف ما كنتي. قلت: واخا. قال عصام: ما تخميش من ناحيه داك الزفت، انا غادي نتكلف بيه. عنقت وناض مشى، حسيت براسي ارتاحيت شويه ورجع ليا واحد البصيص من الامل ولو غير صغير. علقت كل امالي في عصام، حيت هو اللي لقيت في اكثر وقت احتاجيت فيه للناس. بقيت متكيه في المصحه، وبالليل جا عندي داك الويل، ازدح الباب ودخل عندي، خوفني. قال: اجي انتي، واش قلتي شي حاجة عليا لداك عصام ديالك؟ قلت: شنو؟ انا ما قلت والو، طلق مني. قال: الادارة اتصلت بيا باغيني نمشي عندهم، والله هو يكون عندك شي دخل في هاد الشي حتى نوريك، خرج كي عاير. قلت: سير له لا يردك، الله يغبرك. شحال ما دعيت عليه قليلة في حقه الكلب الاخر، ونعست في بلاستي. الغد لي حليت عيني وانا نلقى عصام، قال لي: لاباس، وانا نقول له: اش كدير هنا؟ وانا لاباس. قال: انا جبت ليك المحامي غيهدر معاك، وجبت ليك خبار زوينة، داك المسموم ديال معتز ما بقاش هنا في المؤسسة، داروا ليه التوقيف. قلت: الله شحال زوينة هاد الخبيرة، وشحال زوينة نفيق على وجهك. وهو يقول: ما عنديش مانع نصبح عليك كل نهار. قلت له: مالي في وطين؟ وهو يقول: غادي ندخل من الشرجم ما تخافيش. ضحكت وهو يقول: يلا غادي نخليك مع المحامي وان شاء الله يكون خير. وبقيت مع المحامي وعودت ليه القضية من الاول حتى الاخر بتفاصيلها. عيط على عصام وجا دخل، وهو يقول له: سي عصام ما تخافش، ان شاء الله غادي نربحوا القضيه، انا غادي ندير الطعن في الحكم الاول وغادي نربحوها ان شاء الله، وغنقنعوا عزيز باش يتنازل على الدعوه، ولا غادي نرفعوا عليه قضيه ديال طرد الزوجه من بيت الزوجيه، اما قضيه الفساد فحلها ساهل. قلت له: فرحتيني، شكرا بزاف يا استاذ. خرج المحامي وانا جلست مع عصام، وهو يقول لي: قلت ليك غادي نخرجك من هنا. وانا نقول: انا فرحانه بزاف عصام، شكرا بزاف. فرحت بزاف بهضره المحامي، ما عرفتش علاش تفكرني عصام دابا باش يعتقني، ولكن الحاجه الوحيده اللي عارفاها هي انني ما عمري غدا نساليه هاد الخير. وخرجت من المصحه ومشيت للزنزانه ديالي، ارتاحيت شويه. وجا وقت الجلسه، المحامي قدر يقنع القاضي وقنع حتى عزيز باش يتنازل على الدعوة،
واحكم لي القاضي بالإفراج والغرامة. عصام تكلف بيها. الله على راحة، طعم الحرية شحال زوين. كملت الإجراءات وكان عصام في استقبالي. ركبت معاه ومشيت وأنا فرحانة. مشينا لداره ودخلت ومشيت درت حمام. كملت وخرجت عند عصام، لقيته موجد الماكلة وبديت كان ناكل. وأخيرا كليت ماكلة نقية وزوينة، ماشي بحال هاديك ديال الحبس. قلت عصام بغيت نسولك، واش كاين شي خبار على يحيى؟ قال لي يا عصام حتى تكملي الماكلة وديك الساعة غادي نقول لك اللي بغيتي. درت له خاطرو وأنا متشوقة نعرف شي حاجة على يحيى، وخا عارفة راسي قفرتها معاه، ولكن قلبي ما نساهش. كملت الماكلة دغيا وجلسنا أنا وعصام وبديت كنتسنى فيه هدر. قلت عصام أنا كنتسناك هدر. وهو يقول أنا تعمدت ما نهدر حتى تكملي الماكلة، حيت عارف الهدرة اللي غادي نقول ليك غتسد ليك الشهية. قلت عصام هدار شنو كاين؟ قال عصام يحيى وإليف تخطبوا. حسيت قلبي تضرب فجأة، هاد شي كان متوقع، شنو كنت كنتسنى؟ يجي يخطبني أنا؟ طاحت من عيني دمعة وكملت الهدرة. قلت مبروك عليهم. وهو يقول أنا مازال ما كملت الهدرة، غادي نعود لك كل شي باش تعرفي شنو خاصك تديري من هنا لفوق، وباش نطلب منك تسامحيني. قلت كان سمعك. قال عصام أنا من صغري وأنا كان بغي واحد البنت حب مجنون، وسبق لي عودت ليك عليها. هاد البنت هي إليف، ولكن هي كانت كتبغي يحيى. هاد شي كان كيعصبني ديما وكيخليني نحقد على يحيى، واخا كان بانو صحاب ولكن قلبي كان كيتحرق من اللي كنت كنشوفه مع إليف. من اللي عرفتو كيبغي بنت أخرى من غير إليف وحيت صداقتي معاه، ما كاينش سبب علاش نكرهو، هو كيبغي بنت أخرى وما غياخد ليش حبيبتي. نهار عرفت حقيقتك وعرفت باللي انتي هي البنت اللي كيبغي يحيى، ترددت نقول الحقيقة. بقى فيا من جهة لأنه كيتخدع منك، ومن جهة أخرى خفت لا تمشي انتي وتضيع مني إليف. واحد النهار كنت سهران أنا وإليف، ما عرفتش كيفاش قلت ليها كل شي عليك وعنوانك وكل شي، وهي مشات وهدرات مع سحر وقنعتها توريها دار راجلك، وعطات الفلوس لعزيز ووراتو شنو يدير، وعطات الفلوس لسحر باش تقنعك تقصرو ديك الليلة باش تكمل الخطة ديالها، وملي تشديتو مشات لعند يحيى وعودات له كل شي. قلت لي يعني سحر هي اللي غدرات بيا؟ قال اه سحر وإليف. وانا نقول انا غدا نوريك سحر الكلبة. قال ماشي من مصلحتي ترجع إليف ليحيى، من مصلحتي تكوني انتي مع يحيى، انا غادي نعاونك ترجعي ليه، انا وياه مازال في داك المشروع ديال المنتجعات السياحيه، وانتي غادا تكوني معايا باش تكوني قريبه ليه، وانتي وريني شطارتك كي غديري ترجعيه ليك، الفرصه بين ايديك. قلت بغيت نتطلق من عزيز هو الاول. وهو يقول عصام سهله، المحامي مازال في ايدك وهو اللي غيتكلف بكل شيء. قلت لي مزيان وانا معاك، الحساب تقال وكل واحد غياخد حقه وجزاؤه. بقيت كنفكر سحر وإليف، عزيز، الواليد، مراته، كل واحد من هادولي عندي حساب، كلهم غيجي النهار اللي غنتفاهم معهم فيه وغنشفي غليلي. بقيت في الدار باش نستعد نفسيا للحرب اللي كتسناني. ودازت يومين والمحامي رفع لي دعوة على عزيز، ونهار الجلسة مشيت وجا عندي عزيز وبدا كيخطب عليا. عايدة لاباس عليك؟ قلت لي كنت لاباس قبل ما نشوف وجهك. وهو يقول غا سمعيني عافاكي، انا في هاد الفترة اللي عشتها بعيد عليك عرفت قيمتك وتوحشتك بزاف، وعرفت باللي ما نقدرش نعيش بلا بيك، ومستعد ننسى كل شي ونبداو حياتنا من جديد. قلت لي نسى كل شي يا عزيز ونساني حتى انا.
حيت عمري ما غنسى هاد الشي اللي درتي فيا، وعمري ما غدا نرجع ليك. ونزيدك، انا غدا ندمك على كل يوم كحال شفتو بسبابك. قال عايدة فكري مزيان. قلت له فكرت وما بغيتش نشوف كمارتك مرة اخرى. وبدات الجلسة ودازوا الايام وخديت الطلاق بفضل المحامي اللي قنع القاضي. هذاك النهار عزيز بقى كيشوف فيا، اخيرا ارتاحيت منه ومشيت لدار عصام اللي استقريت فيها مؤخرا. بديت كنخطط لسحر خاص نوجد ليها شي حاجه زوينه باش ملي تخرج من الحبس تلاقيها قدامها. مشيت زرتها في الحبس وما بينتش ليها باللي عارفه شي حاجه. عجبها الحال ولكن استغربت كيفاش حتى خرجت. وريت ليا فين نلقى الساروت ومشيت لدارها وبقيت كنقلب في حوايجها حتى لقيت النمره ديال هذاك اللي مخدمها. وريتها العصام اللي تكلف وعرف كل شي عليه ماضيه كله. صونيت له وهددته انني عارف عليه كل شي وباللي سحر هي اللي قالت لي هاد الشي. ايامات قليله عرفنا ان سحر زادت لها قضيه اخرى ديال التجار في المخدرات، وانهم لقاو عندها كميه مهمه في حوايجها وتحكم عليها بعشر سنين. هذا اقل انتقام لها. اما انا الاشتياق قهرني وكان خاصني نمشي نشوف يحيى. عرفت انني غدا نلقاه في الشركه الجديده اللي اسسها هو وعصام ومشيت لعنده. دخلت وهي تقول لي السكرتيره باش يمكن لي نساعدك لالا. قلت بغيت نشوف يحيى وهي تقول عندك شي موعد معاه. قلت قولي له مالك وهو غادي يعرفني. دخلت سكرتيره عند يحيى وبسرعه حل الباب وشاف فيا شوفه الولهان والمشتاق. قلبي كان غادي يخرج من بلاصتو وبسرعه تحكم في نفسه وقال لي دخلي. دخلت وجلست وانا رجليا ما قاداش نوقف عليهم خايفه من رده فعله وخايفه ما يكونش باقي كيبغيني. قلت له يحيى انا خرجت. وهو يقول على سلامتك وعلاش جايه عندي؟ فكرتي في شي كذبه اخرى وجايه تقوليها ليا؟ قلت لي انت اللي قلتي لي راك بغيتيني لشخصي ماشي لانني بنت من. وشنو عندي؟ واش نسيتي؟ انا مازال نفس الشخص غير فقيره. قال يحيى انتي عيشتيني في الوهم وكذبتي عليا وخدمتي في الدعاره. انتي صدقتي حقيره بزاف وماشي داك الملاك اللي بغيت. شنو مازال باغا عندي؟ سببتي لي اكبر جرح في حياتي اللي عمري ما غادي نقدر ننساه ولا نقدر مازال نبغي ولا نطيق في شي وحده. قلت لا تيق وبغي إليف اللي خطبتيها. وهو يقول هي على الاقل ما غدراتنيش وما كذباتش عليا. وانا نقول له ولكن انا دخلتني للحبس ومشات عطات الفلوس لصاحبتي وطيحتني في الفخ ورشات داك الزفت اللي تزوجت به باش يبلغ بيا البوليس. واش هادشي ما كافيش؟ هو يقول يحيى سيري في حالك مالك ولا نقول لك عايد احسن. ما قدرتش نزيد شي كلمه مازال. خرجت وانا كنبكي وانا نتلاقى ديك اليه. شافتني تصدمات وكملت طريقي وقلت دورها جاي انا غادي نطيح كرامتها في الارض كيما طيحتها ليا. الم قلبي تزاد. ما غاداش نتخلى على يحيى واخا نبقى نتسنى حياتي كامله. ودازوا الايام وقلت خاصني نخدم باش نجمع شويه ديال الفلوس ولكن هاد المره بالحلال. غنخدم مساعده العصام. فقت بكري ولبست حوايج كنت شريتهم جداد، حوايج ديال الخدمه، وصايبت شعري. لقيت عصام كيتسنى فيا، ركبت معاه ومشينا. وصلنا للشركه ودخلت معاه، سلم على كل شيء. كان تما يحيى وشي مهندسين ومحاسبين خدامين في الشركة هما اللي غادي يكونوا في الاجتماع. شافني يحيى وخنزر فيا وهو يهدر عصام. قال كنقدم لكم المساعدة ديالي هايدا. يحيى تشوكة بحالي لما كانش كينتظر من عصام يخدمني معاه. بداو الاجتماع ويحيى مغوبش ولكنه محافظ على هدوءه. بداو كيشرحوا المشروع وانا في واحد اللحظه استاذنت وخرجت.
مشيت نشم شوية الهواء في البالكون. واش كملتي مني أنا؟ ودابا جا ضو عصام باش تفلي عليه. قلت له كان قسم ليك ما بيني وبين عصام والو، أنا محتاجة نخدم وطلبت منه مساعدة وهو وافق. كان قسم ليك يا يحيى، أنا ما كان بغي في الدنيا إلا أنت. وهو يقول أنا كان حدك إلا حاولتي تلعبي مرة أخرى ديك الساعة أنا اللي غتلقيني في وجهك. طلق مني ومشى. الله ربي، علاش كان ضعاف قدامه؟ عنده الحق يدير فيا هادشي كله حيت جرحي ليه كبير. ندمت والله ما كان بإيدي، ظروفي هي اللي وصلتني لهادشي. اش غدا ندير؟ سالى الاجتماع وخرجت مع عصام ومشينا للدار. قلت عصام، وهو يقول وي. قلت له يحيى حساب ليه باللي انا وياك بيناتنا شي حاجه. وهو يقول هاد الشي اللي بغيت حتى انا، بغيته يحس بداك الشي اللي كان حس بيه انا. قلت له ولكن كيتعذب. وهو يقول بقى فيك. قلت ليه اه. وهو يقول ما تخافيش قريب تكوني معاه. وانا نقول انت كيفاش غتقدر تكون مع وحده ما كتبغيكش؟ وقف الطوموبيل فجاه ودار الفران. خلعني. وانا نقول اسمح لي يا عصام ما قصدتش نجرحك. قال عصام ما تهضريش في هذا الموضوع مره اخرى. قلت له اسمح لي. كمل الطريق حتى وصلنا للدار. تغديت وخرجت نتمشى شويه حتى كتوقف عليا واحد الطوموبيل مغرباش عليا. قلت يحيى، وهو يقول طلعي. طلعت معاه وانا بحال ليلى فمي شداتو للقوة، قديتش نهدر. وقف الطوموبيل حدا البحر ومنزلتش. قال شنو بغيت يا عايدة؟ قلت له كان بغيك انت. قال كدوب، انتي كتبغي الفلوس، الا بغى الفلوس غادي نعطيك اللي بغيتي وتفارقي علينا. قلت له شحال وانا معاك؟ واش عمري خديت من عندك شي فلوس؟ شوف ليا في عيني، واش ما بقيتيش باغي تكون حدايا؟ واش ما بقيتيش كتبغيني؟ قولها. بعد عيني وسكت شويه وهو يقول كنت رجاك مهلاك، خليني نعيش، انا مستحيل نسمح لك، بعدي عليا. وانا نقول حتى انا كنتعذب ومليون مره كتار منك، واش هاد الحب اللي بيناتنا ما يستاهلش منك تضحي وتسمح ليا؟ ما يستاهلش. قال لا، انتي اللي ما تستاهليش، انا غنبدا حياتي وغادي نتزوج واحده اخرى. وانا نقول اذا حتى انا غدا نعيش حياتي وغندير داكشي اللي بغيت، وانا بغيت نبقى خدامه مع عصام. نزلت من الطوموبيل وخليته، تمشيت وبعدت على الطوموبيل والدموع في عيني. ضميري كيأنبني بزاف، علاش بغيتو؟ ياك كنت مهنية، واش أنا كان خاصني شي حب مازال على هاد المشاكل ديالي؟ واش اللي بحالي من حقها تعيش شي قصة حب ولا تحلم بشي واحد بحال يحيى؟ قلبي كيتوجع والندم كيقطع فيه، كنشوف يحيى قدامي وأنا ما كنقدرش نقرب منه، كنشوف ديك إليف ديما شادة فيه وانا قلبي كيتقطع من الداخل ديالو. وبداو في تنفيذ المشروع وانا ديما مع عصام. واحد النهار جات ام يحيى ولقاتني تما في الشركه، شافتني وعيطات ليا. مالك؟ قلت سلام لاباس عليك. وهي تقول تفاجأت من اللي شفتك هنا. قلت ليها انا خدامه هنا. وهي تقول انا تاسفت بزاف من اللي عرفت حقيقتك. خسارة، كنت كوبل زوين انتي ويحيى، وهو كان كيبغيك بزاف وتعذب بزاف ومازال كيتعذب بسببك، علاش درتي هادشي كله؟ وبدون شعور بديت كنبكي. قلت ليها والله ما الخاطر، هادشي وصلت ليه بسبب بابا، هو اللي زوجني بزاف عليا وانا صغير. والله الا كنبغي يحيى وما كدبتش عليه في مشاعري، انا كنبغيه حتى انا تعذبت وما زال كنتعذب. انا ما كيهمونيش الفلوس، بغيته غير هو، حياتي كامله وانا عايشه غير بالحاجه اللي ما باغاش،
يحيى هو الحاجة الوحيدة اللي بغيتها في حياتي. وهي تقول: صافي بارك من لبقى، أنا حاسة بيك. المهم هو يحيى يقدر يسامحك. الرجال ما كيفهموش هاد الشي وما كيقدروش الظروف. بالنسبة ليه طيحتي من كرامته من اللي خدمتي في الدعارة، وهذا أكبر غلط درتيه. لو كان خديتي الفلوس من عنده ولا جيتي طلبتيهم مني أنا، كنا غنعاونوك أكيد. وأنا نقول عافاكي، كنت رجاكي. أنا ما عقلتش على أمي، ولداتني وماتت. كنت رجاكي ما تخليش عليا. واش ممكن نعتبرك بحال ماما؟ وهي تقول: أكيد حبيبة، حتى أنا ما ولدتش البنت، وغدا نفرح بزاف تكوني ليا بنت. ولكن كيما قلت لك، خاص يحيى يسمح ليك. قلت: عمري غنسى ليك هذا الخير، انتي فعلا رائعة. الهضرة مع أم يحيى كانت بمثابة شرارة الضوء اللي عطاتني الأمل. هاد المرأة رائعة، وخا عرفات حقيقتي وبأنني كذبت على ولدها، وعرفات المستوى الدنيء ديالي، إلا أنها اختارت تفكر فيا من الجانب الإنساني وتعطيني فرصة. دوزت نهاري عادي، احتاج عندي عصام وقال لي باللي راه معروض عند عائلة يحيى، وطلب مني نمشي معاه. وافقت أكيد، وبالليل طايب دراسي ومشيت مع عصام وشديت فيه. ملي دخلنا يحيى بقى غير كيشوف فيا، وخا إليف كتحاول تدير لي في جهدها باش تخليه يديها فيها، ولكن والو، قلبه معايا. طول السهرة وأنا وعصام مع بعض، وشوية ناضت إليف هي ويحيى كيشطحوا. ديك الساعة ما قدرتش نصبر، حسيت بالنار شاعلة فيا، وخرجت وتمشيت في الجردة وأنا كنبكي وكنقول علاش ظهري. الحاجة اللي بغيتها ديما ماشي من حقي. خرجت من الفيلا وتمشيت بزاف بلا ما نشوف فين كنحط رجلي، وكنبكي حتى سمعت الكلاكسون مجهد وشي واحد جرني فجأة قبل ما تضربني الطوموبيل. طلعت عيني فيه وكان يحيى. شفت في عينيه الخوف، صوت أنفاسه تعالى، وبديت كنسمعه. ما هدرش وهو كيشوف فيا وفي عينيا وكيتفقدني، واش طرات ليا شي حاجة. وبلا ما نحس تخشيت فيه وفي أحضاني، وهو حاوطني بإيديه بجوج، حتى حسيت بالأمان. رفعت عيني فيه من جديد وتمشينا بجوج الفيلا، وأنا ما قداش نطلق منه. تمشينا ولكن ما دخلناش الفيلا، مشى ديريكت لطوموبيلتو وركبني فيها، وركب حتى هو، ودمار الطوموبيل ومشى. قلت: يحيى أنا كنبغيك بزاف. شاف فيا بأسى ومهدرش وكمل الطريق. معرفتش عليها شناوي. طول الطريق كان ساكت. شفته خرج من المدينة ومعرفتش فين غادي بالضبط. تكيت ودرت راسي على الزاج حتى سمعته هدر. قال: أشنو بينك وبين عصام؟ قلت: والو، ما بيناتنا والو، هو عاوني وصافي، حيت حتى واحد ما بغي يعاوني. وهو يقول: من اليوم ما غتبقايش معاه في الدار. قلت لي: واخا اللي بغيتي، غندير اي حاجة، المهم نرجعو انا وياك. قال: هادشي اللي كتقولي صعيب بزاف، خاص ترجعي ملاك اللي عرفتها النهار الاول باش يمكن لينا نرجعو. قلت: يحيى انا كنموت بلا بيك، والله حتى ندمت بزاف، ندمت. قال يحيى: الندم ما غينفعنا بوالو، كاين حقيقة واحدة، وهي أنك انتي عايدة العاهرة الكذابة والمخادعة. قلت: يحيى انت كتجرحني بهذا الهضرة. وهو يقول: شت، انتي آخر واحدة تهضري على الجرح. قلت له: تبدلتي. وقف الطوموبيل بالجهد ودار عندي وقال: اللي يعيش وهم ويبغي بنت يتخيلها ملاك قدامه ويعرف من بعد أنها عاهرة دوزات الموسخين ديال الدنيا كلهم، واش غيتبدل ولا لا؟ أنا اللي تعذبت ودوزت ليالي كنبكي فيهم كل ما فكرت في حقيقتك. أنا اللي عشت أسوأ أيام حياتي
بعد ما عرفت حقيقتك، وصلت أنني نفكر ننتحر بسببك أنت، وبعد هادشي كله في نظرك غنبقى يحيى القديم. مستحيل، عطيتك قلبي وانتي باش جازيتيني؟ في نظرك واش غنقدر نقدمك لعائلتي وصحابي وانا كنفكر انك ممكن تكوني دوزتي واحد منهم في يوم من الايام؟ اللي بيناتنا مات ومستحيل يرجع في يوم من الايام. صدمني من اللي خرج هاد الهضرة من فمه. ما قدرتش نهضر. عنده الحق في كل كلمة قالها. انا مسخة وعاهرة، ما نستاهل حتى حاجة في هاد الدنيا. شكون انا باش نهضر معاه؟ بقاو دموعي كينزلوا بصمت شديد، وقلبي كيتقطع من الداخل، وفمي تسد. اما يحيى كمل سوقان وما عاودش هضر معايا. عنده الحق، اللي بيناتنا مات وعمره ما غيعاود يحيى من جديد. وصل واحد الفيرما خارج المدينة وتفتحت ابوابها ودخل بالطوموبيل. كانت خاوية وما فيها حد غير العزاز. نزل من الطوموبيل وأشار لي باش نزل. دخلت معاه وأنا وجهي كله خضر بالمكياج. جلس وقال لي جلسي، وجلست. وهو يقول بيتكره الفوق وفيه قاع داكشي اللي غتحتاجي، انتي غدا تبقاي هنا. قلت واخا، ولكن انت واش غتبقى معايا؟ قال انا غنبقى نمشي عندك، ولكن اهم شي هو حتى واحد ما يعرف باللي انتي هنا. قلت واخا. قال يلا نوضي تنعسي. شفت فيه ومشيت لبيتي، وشفت راسي في المراية كنخلع. اكيد كان كيضحك عليا. غسلت حالتي وخديت دوش، خرجت ولقيت الحوايج موجودين. لبست بيجامة وجات قدي. بحالي لهادشي كان موجدو ليا انا. شكون عرف؟ يمكن كان كيوجد نعيشو هنا قبل ما يعرف حقيقتي. نزلت باش نشوف واش مازال كاين هنا. لقيتو كيوجد في العشاء. قلت له نعاونك؟ قال لا جلسي. كيهضر معايا ببرود وبحدة غير معهودة. انا كنت كنعرفو حنين، ولكن هذا اللي شايفاه قدامي دابا مختلف. بقيت كنتسناه وكنشوف فيه كيصايب العشاء. تخيلت راسي معاه وهادي داري ومزوجين، وهو كيصايب العشاء وانا كنعاونو، ويجي ولادنا ويقولوا لينا فينا الجوع. ولكن هذا غير خيال وعمره ما غيتحقق. بقيت كنتخيل حتى كمل وحط على الطبلة وقال لي ببرود نوضي تاكلي. بديت كناكل وانا كنشوف فيه وهو كياكل، وكنتخيله في هذه اللحظة كيوكلني وكنوكله. غمضت عيوني بالفقصة. واش غنبقى حياتي كاملة غير كنتخيل؟ عمري ما غنعيش السعادة في شي نهار؟ واش ديما غنبقى نحلم وانا كنهضر بلا شعور؟ وانا نهضر. قلت له عصام. قال مالو عصام؟ قلت ليه كيبغي إليه. وهو يقول الله يربحو بيها. قلت يعني انت ما كتهمكش إليه؟ كمل ما قلته وما هدرش شوية. وهو يقول انا ما بقات كتهمني حتى بنت على وجه الارض. ورجعت غوبشت من جديد، ولا كينتاقم مني بالبارد. ولكن لا، انا ما كنستاهلش هاد الشي. حتى انا تعذبت بزاف، واش غندوز حياتي كلها عذاب؟ وهو يقول انا غادي نمشي، انتي بقاي هنا، وإلا خصاتك شي حاجة راكي عارفة نمرتي. قلت واش غنبقى هنا بوحدي؟ انا كنخاف. وهو يقول بقاي هنا بوحدك، المحابسيات ما كيخافوش. كل مرة كيلوح ليا هضرة ديال السم كتدخل لقلبي وكتقطعو، وانا عليا نصبر حيت انا اللي درتها لراسي وجرحتو اللول. مشاو ما زاد حتى كلمة، وطلعت لبيتي ونعست. واكيد قبل ما يديني النعاس بقيت كنبكي على حالتي وعلى يحيى اللي ولا كيبان ليا باللي عمره ما غيقدر يسامحني. مازال داني النعاس وفقت في الصباح بكري. فقت على صوت الدجاج. كان وقت الشروق، الشمس مازال كتطلع. طليت وبان ليا الجو زوين
والريحة ديال الفيرما والهواء طبيعي، فكرني في العروبية. بدلت حوايجي، مشيت وهزيت البيض ديال الدجاج، وعجنت وطيبت الخبز تماما بحال العروبية. صيبت براد أتاي وقليت البيض وحطيت الزيتون والزبدة، صينية معتبرة. خرجت بداكشي الفيرما وفرشت في الأرض، ومع داك الهواء يا سلام، وانا نسمع صوت الطوموبيل. هذا اكيد يحيى. جريت ولقيته نزل من الطوموبيل، قلت جابك الله اجي معايا. جريته معايا وديته للبلاصه اللي فرشت فيها، قلت كي جيتك، هذا هو اللي كيسميوه فطور بلدي. ضحك وجلس وخويت له اتاي. فطرنا ويحيى عجبو داك الفطور، وهو يقول شحال هادي كنت كنحماق على هاد البراءة ديالك، ولكن دابا ما بقيتش كنقدر نطيقك عايدة، فيما فكرت أنك ماشي ملاك وباللي انت عايدة. تبدلت في الضحك الحزن. ندير اللي درت، مستحيل يحيى يرجع لي. ناض من الفطور وبقى كيتمشى، وقفت حتى أنا ومشيت معاه وانا نقول يحيى انا عمري ما غنعاود نخبي عليك شي حاجه. شاف فيا بزاف وسكت وما هدرش وكمل نمشي ديالو، وهو يقول سنى عيني هنا انا راجع. دخل واحد البيت شويه وهو يخرج لابس بوط وحوايج اخرين، هاز حوايج ديال الزرع. اوه يحيى ولد الارستقراطيين كينزل المستوى يخدم بايديه في الفيرما. قال جلسي انا عندي ما يدار، وانا نقول حتى انا بغيت نخدم معاك. مشيت حتى انا لدك البيت ولقيت تما شي بوط ولبسته، جاني كبير بزاف. خرجت عنده وشاف فيا وحبس الضحكه. مشى لشي شجرات وبدا كيقطع في الاغصان الميتين وكينقي بواحد الاحترافيه. جاني هادشي عجب، اللي يشوفه قبل يقول كلميني، كيعرف غالموس والفرشيطه صدق بلدي. حتى انا بديت كنخدم معاه. دوزنا النهار في الفيرما حتى عييت وحسيت بالجوع، والمشكل حاسه راسي مقداش نتحرك ولا نصايب شي ماكله. مازال شفت فيه هو مازال قادر يوقف على رجليه. هو راجل، ايش داني لهاد الحماس كله؟ ايش جاب لي؟ قال واش انتي لاباس؟ قلت له لا عييت بزاف. جا عندي وعطاني ظهره وقال لي يا ركبي على ظهري انا غادي نديك للدار. ما قدرتش نقول له لا، وطحت على ظهره نيشان وهزني دخلني للدار. طلعني لبيتي وهو يقول ديري دوش سخون وغدا تكوني لاباس، انا غادي نوجد الماكله. دخلت للدوش وطلقت الماء السخون وجلست تحته، حاسه راسي غدا ننعس هنا. دوشت خرجت ولبست حوايجي، خاصني غير النعاس دابا. تخشيت في الناموسية وقلت غدا نعس شوية على ما يوجد يحيى الماكلة. يلا باغا نعس حتى لقيتو داخل علينا مدوش ولابس حوايجو وقال نوضي الماكلة واجدة. اوه فوقاش الحق يدير قاع هادشي؟ قلت عافاك بغيت نعس غير شوية ونوض. وهو يقول نوضي. جا حيد عليا الغدا، ما كان عندي حتى شي حل اخر من غير انني نوض. نضت ونزلت معاه، جلسنا وبدا كيديني النعاس وهو شاب عليا ضحك. غير كيديني النعاس وكيخلعني كيقول فيقي، والمشكل كان جي النعاس والماكله في فمي كان مضغ غير بزز. كليت بزز والنعاس متمكن مني، ما حسيتش براسي حتى داني النعاس على الطابله. فقت شويه على يحيى وهو هازني وطالع بيا لبيتي، حطني على الناموسية وبقى كيدوز على شعري ايدو، عارفه كيبغيني بزاف وما قادرش يبين ضعفو قدامي حيت كبرياء وما كيسمحلوش. داني النعاس وفقت في نص الليل، لقيت يحيى جالس حدايا في الناموسية وناعس. نط قاديتو وحيتلو صباطو وهو ما حاس بوالو، نعاسو تقيل. غطيت ورجعت نعست على صدر وانا فرحانة، على الاقل ناعس حدايا. كملت نعاسي ولكن لأول مرة كان نعس مرتاحة حيت مع يحيى، وفي الصباح
فقت وشفت فيه لقيته كيشوف فيه، وانا نقول من امتى وانت فايق؟ قال غير دابا. جاب غينود وانا نشدو وقلت يحيى عافاك. ما تنوضش بقى معايا. قال ما بقيتش قادرة عايدة. في ما كنجي نقرب ليك كنفكر شحال من واحد داز في حضنك من غيري، هاد شي كيقتلني. وانا نقول له واش غتبقى حياتك كاملة هكا؟ انا صافي ما بقيتش هكا، صافي دابا ما بقى في حياتي حتى شي واحد من غيرك. وهو يقول حتى حاجة ما غدات تبدل الحقيقة. قلت إلا كانت الحقيقة ما غداش تبدل فما كاين قدامي غير نقتل راسي، حيت أنا مستحيل نقدر نعيش بلا أمل رجوعنا لبعضنا. بديت كنبكي وهو شاف فيا وقرب عندي ومسح دموعي وقبلني. أنا بحال ليلة رجعت فيا الروح، يعني ما بقاش داك الحاجز. يحيى إما غيكون ليا ولا عمره ما غيكون لوحدة أخرى من غيري. الأول مرة كيكون يحيى ديالي. عشت كنتسنى هاد اللحظة، ما عرفتش إحساسه هو كيفاش كان، واش اسمح ليا ولا مازال كيعيفني ولا خاف غير أنني ننفذ تهديدي ونقتل راسي. كاع هاد الأفكار جات في بالي وأنا ناعسة على صدره. كان بغيه بزاف، والفراق عليه بالنسبة ليا عنده معنى واحد هو الموت. قال عايدة أنا خاصني نمشي من البارح وأنا هنا. قلت له ما تعطلش عليا عافاك، كنت وحشك. وهو يقول يكون خير. ناض لبس حوايجو وخرج، وانا بقيت كنفكر فيه. يحيى ديالي واخيرا نرجع لي. نط كنقز وفرحانه. بديت كنوجد ونخمل وكنتسنى يحيى على احر من الجبر. قريب ما بقاش بزاف ويحيى غادي يكون معايا للابد. ملي كملت مشيت تهليت في راسي وصايبت راسي وصونيت ليه. قلت قالوا يحيى واش غتجي؟ وهو يقول حتى العشاء دابا راني مشغول. قلت واخا انا غنتسناك، كان بغيك بزاف. قال بسلامه وقطع. كان وعدك يحيى غادي نرجعك تحماق عليا بحال الاول. وقتها نط ومشيت صايد الشهيوات اللي كنعرف كلهم. كنتسنى يجي حبيب القلب. نهار جاني طويل وانا كنتسناه، وفي الليل لبست كسوة زوينة ووجدت الطبلة والشموع وجلست كنتسناه. من اللي جا تفاجأ بداك الشي اللي وجدت ليه. جلسنا وجها لوجه، تعشينا وكلامنا كان قليل، ما بقيتش كنبزز عليه الهضرة، المهم هو الإحساس. بغيته يستمع لدقات قلبي ويعرف باللي كان بغيه، وعمري ما فكرت أنني نخدعه. تعشى وناد وقال لي غيمشي. قلت عافاك بقى تبات معايا هاد الليلة عافاك. وهو يقول لا ما بغيتش. قلت له شوف فيا، خدر كبريائك دابا واسمع معايا لصوت قلبك. بقى كيشوف فيا واستسلم، عارفة انه ما غيقدرش يقاومني. عشقي دار جذور عميقة في قلبه، ما يمكنش يتحيدو في يوم من الايام. دوز معايا ديك الليلة، بقيت فايقة وكنشوف وجهه الملائكي وهو ناعس، وكندوز عليه ايدي كأنني ما مصدقاش نفسي. الخوف ساكن قلبي من أنني نفيق وما نلقاش، خايف يبعد ويخليني كنتعذب بفراقه. كان بغيه بزاف. في الصباح فاق ولقاني كنشوف فيه، ما هدرش وعنقني وناد دوج ولبس حوايجو وخرج. قلت يحيى، وهو يقول نعم. قلت له غدا نتسناك. قال مشغول اليوم يمكن ما نجيش. بقيت مغوبشة، ما كرهتش لو كان يجي يدوز معايا النهار، وبقيت النهار كامل قنطانة حتى سمعت الدقان وقلت غادي يكون يحيى اللي جا. مشيت فتحت الباب وكانت الصدمة، لقيت هذاك اللي كان مخدم سحر. اشنو اللي جابو عندي؟ وشنو بغى؟ وشنو بيني وبينه؟ وكيفاش عرف هاد البلاصة؟ قال واش غتخليني واقف في الباب؟ قلت لي اش بيني وبينك شنو بغيتي؟ دخل بلا ما يستأذن وجلس، وقال اجي جلسي وغدا تعرفي.
مشيت جلست وأنا خايفة منه. قلت له شنو بغيتي؟ وهو يقول عايدة الزوينة، واش يحساب ليك غادي نخليك هكاك؟ ما يمكنش، ما كايناش شي وحدة تخدم معايا وتخرج الوقت اللي بغات، وبما أن صاحبتك ما صدقاتش انتي غادا تاخدي بلاصتها، وراني شايف عندك كليانات صحاح، مول هاد الفيرما واحد منهم. قلت له هاد الهضرة اللي كتقول مستحيلة، أنا ديك الخدمة بعدت منها من نهار دخلت الحبس ومازال كندفع ثمنها، مستحيل نرجع. قال واش دخول الحمام بحال خروجه؟ إلا بغيتي تخرجي خاصك تخلصي الغرامة. وأنا نقول شحال بغيتي؟ وهو يقول بزاف. قلت أنا غدا نعطيك اللي بغيتي وأعطيني اتساع. وهو يقول هاكا نبغيك، المرة الجاية ملي نجي نلقى فلوسي واجدين. نادو خلاني غنتقيه منه، اش غندير دابا؟ واش نقولها ليحيى؟ لا، الا قلتها له غادي يعرف تفاصيل الماضي ديالي وغيزيدي بعد. عصام هو اللي غيعتقني. عيطت له جاوبني، قال سلام. قلت له عصام انا عايدة. وهو يقول عايدة فين غبرتي؟ شحال وانا كنقلب عليك. قلت لي انا في الفيرما ديال يحيى، هو اللي اداني ليها. عصام انا محتاجك. وهو يقول شنو كاين؟ قلت عقلتي على مول الفيلا اللي تلاقيتك فيها اول مره؟ وهو يقول اه عرفته، مالو هذاك؟ قلت هو اللي كان مخدمنا، دابا كيهددني يا نرجع للخدمه يا نعطيه الفلوس. وهو يقول واخا انا غادي نعطيه اللي بغا، الى عاود جال عندك قوليها ليا. قلت له الله لا يخطيك عليا عصام، الخير ديالك عمري ما غنساه. وهو يقول ما بيناتناش، بقيت خايفه ليجي يحيى ولا يعرف باللي جا عندي داك الويل حتى لهنا. بقيت في الدار بالليل وبقيت كنتفرج في واحد الفيلم، احتاجني النعاس على الفوتوي. فقت على شي حد هازني وكيتمشى بيا، حليت عيني ولقيتو يحيى. فرحت وتخشيت في عنقه وإيديا بجوج شديتو بيهم حتى حطني فوق الناموسية، وهاد المرة بلا ما نرغبو ينعس حدايا، جد تخشى حدايا وحط راسي على صدره. حسيت بأمان من نهار خلاقيت في هاد الدنيا، عمري ما حسيت بيه. نعست في راحة عمري ما حسيت بيها لا في ظهر با ولا في ظهر راجلي. وصباح فقت بكري، كان نور عيوني مازال ناعس. نط بسرعة وجدت له فطور، وقطفت وردة من الفيرما وديت له الفطور للناموسية. في العادة الراجل هو اللي كيدير هكا المرأة، ولكن أنا درت العكس، مستعدة ندير المستحيل باش يرجع لي. دخلت له الفطور وحطيته وخديت الوردة وبديت كندوزها على خده حتى فاق. شاف فيا وضحك وشدني من خصري وطلعني معاه الناموسية، أحلى إحساس. بدأ كيضحك معايا ويهرني، حسيت يحيى رجع لي. قلت له كان بغيك بزاف يا يحيى. ملي كمل الضحك ناض وغسل وجهه وجا يفطر معايا، حسيت براسي مراته. وقلت في خاطري واش غيطلب مني نتزوجه ولا نبقى هكا عاشقه ليه ولا غيستعر مني؟ حيت انا كنت عاهره وكل شي عارفين هاد الشي من بعد الفضيحه ديال الحبس. لا ما نقول له والو، المهم هو نكون مع يحيى. كما كان الحال اللهم هكا ولا بلاش، ما نقدرش نعيش بلا بيه. قلت يحيى شنو رايك نمشي ونخدمه في الفلاحه بحال المره الفايته؟ قال باش تسخفي ليا تما عاوتاني. قلت له لا، غاعجبني نعيش دور مرات الفلاح. سكت شويه وقال ولكن انا ماشي راجلك وانتي ماشي مراتي. ما لقيت ما نقول له، سكت حيت عنده الحق. قلت يحيى انا ما عندي حتى شي واحد في الدنيا، انت اللي كتهمني. قال وانا كنتمنى نرجع نشوفك ملاك بحال قبل، نتمنى نشوف فيك البراءه، وانا شايف في عيونك داك الغموض وداك العمق. بعد ما قلت راه نسى وقع العكس، مستحيل في يوم من الايام ينسى. حنيت راسي
ورفع لي راسي بإيديه وقال: ما بغيتيش تقولي اليوم مرت الفلاح؟ ضحكت وحركت راسي بالإيجاب وهو يقول: نوضي وجدي راسك. نضت ولبست حوايج الفلاحة ونزلت مع يحيى، دوزنا النهار كامل بين الأشجار والزرع حتى عينا بجوج ودخلنا وتعشينا، دوشنا ونعسنا، وفي الداخل ديالي خوف من أنني نتفارق معاه، يمكن حيت مازال ما ضمنته معايا. لغت ليه فاق قبل مني ولقيته كيلبس، قلت ليه وأنا عيني مغمضين بالنعاس: حياتي فين غادي؟ قال: عندي الخدمة. أنا غادي وما غاديش نجي اليوم، وليت كنبات عندك هنا بزاف، نخاف لا يعيقوا بغيابي. قلت له: واخا عمري اللي بغيتيها. خرج وأنا بقيت متكية وكملت نعاسي حتى فقت على الدقان، فقت بزز ومشيت البالكون طل حتى كنلقى داك اللي ما يتسماش جعود تاني. صبحنا الله، هذا واش كيراقب يحيى ولا شنو؟ نزلت دغيا وقبل ما نفتح له صونيت على عصام وعاودت له على كل شي. ديك الساعة فتحت له ودخل وجلس وهو يقول: إيوا لالا عايدة، واش فكرتي بداكشي اللي قلت ليك ولا لا؟